هل هناك آداب للتدفئة بالنار في الشتاء؟ نعم، منها أن تطفئ النار حال النوم، تطفئ النار حال النوم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بإطفاء النار إذا نام الإنسان ولا يتركها، ونحن نشاهد حوادث موت كثيرة، نسأل الله العافية لأناس أبقوا النار وحصلت يعني حصل اختناق، وأيضا ربما الفأرة تأتي كما في الحديث فتأخذ الشعلة هذه وتحرق البيت.